ذات الكفات كسبت الرسالة حيثاق بين الحال من حال حالة حالة من اللي خلقنا وإحنا صبر والصبر صبر رسالة كقولوا غات إحنا وما زايدة غير في المثالة شبري القناس كان نمشو فيهم بالسالة بالسروقة والهش كان حابوا البطالة ما كان خدموا ما كان ردموا حياتنا نشان الزبالة كيف القاري كيف الأمي كل شي في الشبكة الخبالة حرفت لي كيفاش نخدم حيت ما عنديش الكالة رجعنا اللورة تكالة ولادهم هما الوالة إذا باغي تدمر تربي كوبالة ولا تبع طريقة خوتك سرق وقتالة مسكينة الحكومة حفالة من دابا فوق ما كاينش الراحة حيت احنا الدمالة يا عم شوفوا لنا شي حل يا عم نوضوا شي قربالة قبل ما يفوت الفوت أما هادي غير رسالة هادي رسالة مكتوبة قدام مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش من الحرب حيت انا مقيد بامي فبلا ما تعمل راسي خافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو نسمعني رسالة مكتوبة عدم قدام الفقراء من الحكومة من الوزارة اي واحد بدل الكارة بغينا فهم تحسوا بينا تعرفوا باللي احنا صبارة بالحق من اللي عم تصور ثورة ديالنا حتى المقبرة احنا يا ماشي غنم سفرة ماشي قزارة احنا يا المسؤولية وانتوما مسؤولين شفارة صافي ما بقيناش نخافوا خرجنا من المغارة حقنا بيكم في الهضارة كلمتكم غبارة قولولي باش كتحسوا من اللي الشباب حال النوارة ما جابر ما يعمل براسه غير كيضيع خسارة زوين الضعف الحبس ولا في الغربة بلا تنصارة وتنافوا الزنقة سمكرة وبناتنا في الدعارة كيعيشوا حياة الزنقة اللي ردارتهم غير حكارة حمزة تمحل شعار كيكي والصبارة وبقى قدمة فرس وتصفر الصفارة أن هادي غير رسالة بدموع الفقارة هادي رسالة مكتوبة قدام مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بامي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو نسمي هادي رسالة كاتبينها في الشباب ما خلاو في ندقو ما خلاو حتى باب بقاو بسنين يتسناو باقي ما كاين حتى جواب صافي القلب راه طاح والراس على بكري شاب الامل في المستقبل خاف وانتوما هما السباب قتلتوهم بالوعود ما شافوا غير الضباب ما كاين الدرك في المهراب كاين غير الصراب غير قتل في الاحلام ودفن تحت التراب الخاوة كلشي كذاب عشيري كلشي نصاب حتى اللي جنى الغلة اليوم ولا حطاب حتى اللي خلى السبل اليوم رجع يشطاب علاش الضمير غاب حيت في قانون الغاب الخير ما عنده حباب والشر هو الغلاب وشكون تكونوا باش تحكموا علينا باب الاعداء ودابا سمعوا محلكم في الاعراب الباد هادي رسالة مكتوبة قدام مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بامي فبلا ما تعمل راسي خافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تفهمني هادي رسالة مكتوبة قدام مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بامي فبلا ما تعمل راسي خافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسميني